راحت ذكرياتي تغيرت حياتي البيت اللي عشت فيه كل أوقاتي صار ذكرى وما بقي إلا حيطان هالحب اللي بحيطانه بده يرجع له أمانه هالبيت اللي عشنا فيه بالقلب رح يبقى مكانه بالقلب رح يبقى مكانه ما بصدق سيد برتاب هاي خطة ومؤامرة وسخة من طرف عيلتك وهدفها تشويه سمعتي واسمي أنا وعيلتي كلها مزبوط عمي عمي أنا ما بعرف شي وما عملت شي صدقني بس هي الست شيتال عم تتهمني لحتى تخبي غلطة هي معك حق مرت أخي مزبوط 100% مرت أخي شايلي أكبر كني بهالقصر وطبعاً باعتبارها أكبر كني هون فهي ما أنا مضطرة أبداً إنه تسرق أي قطعة أنت عم تفهم علي شو قصدي ولا لا؟ أنت ليش متأكد كل هالقد من اللي قلته؟ قصدك تقول انه مرتي اجت على هذا المكان شخصيا وسرقت هذا الطوق من مكانه؟ على حد علمي انا انه هي ما اجت لهون، كيف سرقته؟ اللي لنا مرت اخي هاي هي اللي عملتها، هي اللي عملتها اكيد انا؟ بالله شو بيعرفني؟ الحرامي عنده طرق كثيره ليسرق، في الف طريقه وخصوصي اذا كان محترف، وبعدين الحرامي ما عنده ضمير ولا ذمه، وما بيعرف غير يسرق ويتهم غيره مثلي عن جد؟ هيك طلع معك؟ كأنك نسيتي تقولي شي مهم الحرامي ما عنده ضمير ما هيك يعني مثلك هيك تمام انتبهي على كلامك والزمي حدودك ها بعدي عني هيك رح احكي الحقيقة مو قابلتيني بالأوتيل وعطيتيني القلادة وهلأ عم تتهميني بالسرقة يا حقيرة يا كذابة وحدك الحقيرة فعلا انك شرشوحة قابلتك بالأوتيل ليش انت بعمرك شفتي أوتيل ما بيخلوكي تفوتي اصلا بيقلعوكي يا مقرفة انتي وليه اصلا خلوكي تفوتي بس لانك معي يا فهماني وشو كنتي عم بتقولي؟ إذا عملت هالشغلة رح تعطيني طقم الألماس ورح تعطيني مصاري كتير بعمري ما شفت قدن ما؟ إيه خلي طقم الألماس تبعك معك ما عاد بدي إياه نعم نعم؟ أنت تلبسي طقم ألماس؟ سمعان عمي هي شو عم تخبص؟ لك كان عم تخبص أنو طقم ألماس؟ إيه وعدتني بطقم ألماس ومو بعيد عنا تكون سارقته كمان لك أنت وعائلتك الحربية وسرقينه ليه؟ خرسي خرسي حسنك كفها بس دقيقة شو قصدك تقولي؟ قصدك تقولي انه الحلق وباقي المجوهرات اللي كانوا مفقودين مع القلادة مرت اخي شايلي هي اللي عطتك ياهن؟ ايه هي عطتني اياها شو مرت اخي؟ لا ما عطيتها شي كاران بس عطيتها القلادة سمعت سمعت ليك زلقت وقالت الحقيقة وليه؟ جرأت تهميني ياه
حالك فهيمة، أنا ما رح خليكي تثبتي هالشي لأنك وحدة حقيرة. نزلي وليه؟ أنا بورجيك يا حقيرة يا سرشوحة. بس انا بورجيك يا حقيره يا تافهه يا كذابه. بس اكيد يا كذابه، انا بورجيك يا خرسي. شو هاد اللي عم تعمليه؟ لك خرسي خرسي بقى خرسي حرفه. انا رح افضحك افضحك يا حيه. شو عم تعملي؟ اتركني يا فيما، انا خجلان من حالي. الله يسود وجهك خرسي. ستي ستي شوفي الهدايا اللي جبناها لعيلة أبا كلها تبدلت بهي الشغلات الرخيصة. شوفي، ويمكن ما في دعاية أبداً. إلك مين عمل هالشي؟ شو هاد؟ أنا بورجية لهي الحقيرة. وحدة قليلة الأدب صحيح، ليش كل هالكره لأبا؟ فهميني بشو أزتك لتعملي فيها هيك؟ وليش بدك الشوهي سمعت أمها لآبا بين العالم؟ يا عيب الشوم يا عيب الشوم. بس أنا رح قلك يا ستي، رح قلك ليش. هي ما بدها ايانا نضل بهالقصر، ما هيك؟ هي مرت ابنك، انا قلت لها انه ما حدا بيقربنا بهالعيله، بس لا، هي اصرت انها تبقى هون بينكم كلياتكم. هي المسكينه ما بتعرف انه انت ما عندك قدره تفهم قديش هي بتحبك. ما توقعت هالشي منك أبداً يا شايلي. جاكوان، الشرطة أنا اللي رح أطلبهم لحتى كل العالم تعرف مين هي كنتك الكبيرة المصون وكيف بتفكر. انت يا جاكوان قبل كم دقيقة حاولت تعمل صفقة مع ابنك، سمعنا وكلنا كنا شاهدين. بس هلأ اذا لسه حضرتك بدك تحافظ على هيبتك وسمعتك بالمدينة، انا حابب اعمل معك اتفاق. انت يا سيد جاكوان براساد خليت بنتي تبكي وتتوجع وما رحمتها بالمرة، وأنا هلأ مقابل عذاب بنتي وعلى كل دمعة نزلت من عيونها رح أخذ بتاري منك. لهيك إذا كان بدك تنقذ هيبتك واسمك بين الناس، وإذا بدك تتفادى العار يا جاكوان، فلازم أنت تكون قادر تدفع الثمن لتعمل هالشي هاد. يلا قول شو تمن اسمك وسمعتك وهيبتك، شو المقابل؟ جاوب يا جاكوان قديش التمن. يلا يا جاكوان جاوبني قديش التمن. يلا احكي، انا اللي بعرفه انك محامي مو هيك؟ معقول بدك كل هالوقت لتاخذ هيك قرار؟ يلا احكي بسرعه، ما معي وقت استناك لحتى تقرر. ما عم يطلع معك الحكي؟ ما عم تقدر تفتح تمك؟ بسيطة ولا يهمك، أنا رح ساعدك وسهل القرار عليك. جاكوان براساد، إذا فعلاً أنت بدك تنقذ هيبتك واسمك، بدي بنتي تحصل على كل حقوقها وتتعامل مثل ما لازم بهذا القصر، فهمت؟ مو لازم تسكن بالمستودع، بنتي لازم ينسمح لها تعيش بأحسن وأفخم غرفة هون. كل شي عليه القيمة بهذا القصر، المجوهرات والمصاري، تنكتب باسمها هي وبس. ممنوع انك تجادل او تناقش باي شي يا جاكوان براساد،
بحال جادلت بأي شيء من حقوق بنتي أنا ممكن أطلب الشرطة لحتى أحصل حقها منك وأخذ كل قصر سوارنا باللي فيه. سيد براتاب بس بكفي بقى، ما عاد بدي اسمع أكتر. أنت مو من حقك إنك تهين عمي وتقلل من قيمته هيك بقلب قصره. كرمال هيك إذا سمحت طلع من هون. أبا بس أنا معي حق كاران، لأني بصراحة ما بقدر أتحمل أي حدا يحكي شي مع عمي أو يهينه قدامي أو يطلب منه شي. لهيك أنا بترجاكم تتفهموا موقفي منيح، طلعوا من هذا القصر. أبا أنا عزمتهم لأهلك، هنن هلأ ضيوفنا. بعرف هالشي كاران، بس الضيف مين ما يكون ما بقدر خليه يهين عيلتنا ويسيء للكبير فيها. أبا بس هدول أمك وأبوك يلي انهانوا بقصرنا. سيد براتاب أنا بعتذر منك نيابة عن الكل وبترجاك تقبل اعتذاري، وبطلب منك كمان إنك تضل ولا تروح رجاء. ما في داعي تعتذري، اعتذارك هذا ورجائك ما في إلهم أي ضرورة أبدا. أنا من الأول ما كان بدي يجي وبهدل حالي، بس رغم هيك أنا أجيت، والسبب أني كان بدي بين الحقيقة لأني بعرفها، ولو ما أجيت كيف كنت بدي أعرف هاي الحقيقة؟ وحقيقة مرة أنه مع الأسف البنات بعد الزواج ما عادوا بينتموا لألنا، بينتموا لغيرنا. انتي مثل بنتي يا شايلي، بس فكري اذا كانت امك بمحلي شو بتعملي؟ إنه مع الأسف البنات بعد الزواج ما عادوا بينتموا لألنا، بينتموا لغيرنا. أبا أبا لا تروح. أبا كرم بابا أمي، بس بابا صحيح شو قلت بابا؟ قلت هدول أولادي اللي بيحترموني واللي بيحبوني عن جد، ولهيك حابب أعطيهم حقوقهم من هلأ. أنت قلت هالحكي بنفسك، أكيد أنت فخور كتير بابا
انك خليت ولادك هدول ورثه لملكيتك وتعبك ومصاريك اللي ما بتاكلها النيران، ما هيك؟ معناها رح بارك لك مبروك، لانه عندك هيك ولاد بيرفعوا الراس، رح يحملوا عاداتك بين الناس ويحافظوا على املاكك. صدقني انت عملت عين العقل انك كتبت كل شيء باسمائهم، لانه بعمرنا ما كان بدنا منك شيء بابا. اصلا نحن حصلنا على اغلى شيء بهذا القصر، وهذا الشيء ستي هي اللي عطتنا اياه. بتعرف شو هو؟ مرت اخي اكيد بتعرفه. مرت اخي، انت بتعرفي شو هو اغلى شيء بهذا القصر؟ الاخلاق. الاخلاق والقيم بابا. يا خسارة، الواضح انه التانيين ما لاحظوا اي شيء، لا هن عرفوا شو قيمة الاخلاق ولا حتى انت لسوء الحظ. بس كرم بابا، اكيد هو اليوم كتير فخور بتصرف الغالين عليه، صح؟ بكفي كرم، على القليلة هلأ لازم تفتح عيونك اتطلع على هالبنت وفهم شو يعني إنها تكون كنتك وشو بيترتب عليها. هالبنت تحملت كل شي بس لتدافع عنك ولتحافظ على كرامتك والتضحية يلي عملتها، ولكني غيرها ممكن تفكر بنص هذا الشي حتى. وانسى موضوع حفظ هيبة قصرك وشرفه، لأنه اليوم في ناس خربته على الأخير وبأبشع طريقة كمان. حتى أقصى العقوبات كتير قليلة على هالتفكير المنحط وما بتكفي. هدول الناس رح يتعاقبوا أكيد، والشخص واحد بهالقصر من حقه يعاقبهم وهو آبا. ستي أنا ما مبلا آبا، هي لازم تتعاقب على عملتها الوسخة، ما لازم ينسكت عنا. شايلي خططت ونفذت ولازم تلاقي عقاب على هالعملة تبعها، وهذا العقاب انتي اللي رح تفرضيه. لا ستي، مو هذا، مو بس قراري وطلبي، هذا أمر مني. سلفتي أنا ما بعرف شو الشي اللي رح عاقبك فيه. أنا هلأ بس عم نفذ أمر ستي وما رد لي، كان بدي أقول لك شغلة واحدة بس. شايلي إذا أنتي من الأصل مو حاببتيني بالمرة قولي لي أي شي، أنا رح أسمعك. حتى أنا مستعدة أتقبل أي كلمة منك، بس بدي أطلب منك شغلة، إنه أهلي ما دخلهم، ما تدخليهم بهالشي. إذا سمحتي بترجاكي شفتي كيف؟ هاي هي اللي بيسموها أخلاق، بس مستوى تفكيرك منحط ورخيص كتير. أبا أوعى منك وإنساني راقية، بالصدفة أنت يمكن تكوني عطيتي مسؤولية هالقصر، بينما يلي عن جد فيها تحمل هالمسؤولية هي أبا. وأنا هلأ برأيي إذا ما بتقدري تديري مسؤولياتك كما يجب فالأفضل تتركيها للي بيقدر. يلا شايلي أعطيني المفاتيح تبع الخزنة.
أبي؟ نعم. عيد أب سعيد عليك بابا. وبدي أقول شي تاني كمان بابا، عن جد أنا آسف. أنا بعرف إنه الشي اللي صار اليوم زعجك وجرحك كتير وأحرجك، بس أنا بدي أقول لك شغلة واحدة بابا، ما بعرف شي عن هذا الموضوع. صدقني بابا، والله شايلي ما خبرتني أي شي عن خطتها أو إنه شو ناوي تعمل مع هديك اللي... الله الله يا ابني، قصة حلوة. ابني الكبير مرضي لأول مرة بحياتي، بيجي مشان يعايدني بعيد الأب، أو يمكن إجا لعندي لحتى ما يخسر حصته بأملاكي يلي أنا عطيته إياهم بإيدي. صح الحكي؟ بابا أنت شو عم تحكي هلأ؟ صدقني بابا ما كنت بعرف شي نهائيا. بالحقيقة أنا كتير معصب ومزعوج من شايلي لدرجة أنه جاء على بالي روح. من إمتى؟ من إمتى الرجال ما بيعرف مرته شو عم تعمل؟ وبعدين لما المرأة ما بتكون خايفة من زوجها قبل ما تعمل هيك عملة وما بتحسب له أي حساب؟ مفكر إني رح أوثق فيك هيك ببساطة؟ لا قطعاً لا. واسمع لقلك، من بكرة بدي إياك تحضر لي كل الحسابات اللي بتخصكن، كل المصاري اللي صرفتوها لحد هلا بدي تفصيل عنها، والبيت القديم تبعنا يلي نقلته على اسمك بأسرع وقت رح استرجعه منك، وبدي كل الوراق ترجع بسرعة. يا ترى كلامي واضح ومفهوم سيد فيمال براسات؟ اي طلع، قلت اطلع من هون. شيتال واقفي عندك. انت ما عاد لك قاعده بهالبيت. ايه شو هالحكي هذا؟ سمعتيني شو قلت وما رح عيده، وبتستاهلي هالشي. انت ما بتستاهلي تكوني زوجي ولا فرد من هالعيله حتى. فيكي تطلعي من هالبيت، ويكون بعلمك مره مثلك ما بدي اياها لا ببيتي ولا بحياتي. روحي من هون. دخيلك يا الله، ساعدني ساعدني، ما ضل لي غيره لهالرجال بالحياة يا الله. دخيلك بنت حماية، سمعتي هذا الحكي؟ سمعتي شو قال أخوك رجاف؟ انت براكاش، روح انت اشرح له لخالك وفهمه. لك انا بعترف، والله بعترف اني غلطت غلطة كتير كبيرة، بس ما بدي علاقتي بزوجي تنقطع هيك. يلي بعرفه انه المرأة بتترك بيت جوزها بس لما بتموت، مو هيك؟ ما بتترك بيت جوزها الا لما تروح على القبر. اذا بدك تقطع علاقتك فيي وتهون عليك العشرة، فالاحسن انك تقتلني وترتاح مني. بدي اقتل حالي وارتاح بقى من هاي العيشة. انت مو فارق معك كل كلامي، مو هيك؟ طيب رح اثبت لك هلا. انا اصلا ما ضل اي معنى لحياتي، فهمتوا؟ ليش لحتى اعيش اكثر من هيك؟ ليش؟ ما بعرف وين زيت الكاز يا الله، وين الكاز انا بدي احرق حالي فيه. لك وينه بدي موت.
انت يا غبي شو ما عم تسمعني؟ وين الكاس؟ هدول الناس ما رح يخلوني موت لحالي بسلام. يا ربي وين حطيتنا بدون الكاس انا؟ هذا هو خالتي. يا غبي انا عم بحكي بوضوح، ما حدا يحاول ينقذني او يمنعني ماشي؟ انا هلا بدي موت بعد. انا رايح اموت هلا، خلاص ما رح وقف شو ما صار. انا رح موت سمعانين. لحظه اخي رجاف، اخي روح وقفها لمرتك. بكفي هيك يا ربي، انا هلا رح ولع النار بثيابي، حتى بالعلامه عم صب زيت الكاس على حالي. مرتك خالي مشي الحال، صبيت الكاس على حالي وخلصت. افتحي الباب يا مرت خالي. افتحي مرت خالي، لا تحاولوا تنقذوني. إيه؟ لو سمحتي افتحي الباب. وين الباب؟ كبريت وين راحت؟ ما بصير تعملي. يا مرت خالي يلا افتحي الباب. يا مرت خالي مشان الله افتحي الباب. يا علبة الكبريت يلي رح تنهي حياتي هلا وفورا. افتحي قبل ما نكسر الباب. افتحي مرت خالي بسرعة. افتحي الكبريت اخيرا. تعال جاف مرت خالي. وهلا انا عم ولع عود الكبريت. قوم اخي جاف تعال تعال مرت خالي. لك ما عم يشتعل ما عم يشتعل. يلا اخي رجاف قوم قوم بقى اخي رجاف يلا قوم. مرت خالي عيطوا عيطوا، خليكم ورا الباب وعم بتعيطوا. قوم يا اخي قوم افتحي الباب. رح لاقي الراحة بعد الموت اصلا. شعل عود الكبريت اصلا. ها عود الكبريت هلا عم قربوا على ثيابي. مرت خالي حدا يجي من شان الله، شكلي عن جد رح موت. ليك لا تحاول تنقذني ابدا، انا بدي موت بدي موت. اخي بدك تموتي مع هيك؟ ها بدك تموتي وما عم يشعل معك عود الكبريت؟ ماشي رح احقق لك امنيتك الاخيره وشعل لك اياه بنفسي. استني شوي استني خالدي بس. لا دخيلك يا ربي. تعي شعلته. شو عم تعمل جنان؟ تعي خالي 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 ان شاء الله. يا اخي خلص خالي الله يوفقك. خلص خلص يصير هيك مجنون. خدي اتركها. شفتيها بعينك؟ هذا هو وجهها الحقيقي لهي المرأة. صدقت انه بدها تقتل حالها؟ لك هاي ما رح تموت لتموت كل العالم، بس شي طبيعي انها تعمل اي شي بحالها بعد ما ارتكبت هالفعل الشنيعة. شيتال طلعي من بيتي، انا ما عاد بدي اي علاقة بيني وبينك. روحي من هون روحي. لا رجاف، قد ما كانت الغلطة كبيرة، الانفصال بين الرجل وزوجته مو حل، لاقي طريقة تانية. وين بدك تروح وتتركك؟ لا سامحها هالمرة لا. بس راجعك كرمال تسامحها إذا بتريد. ماشي ماشي أنا رح اسمح لها تضل هون بشرط واحد بس، رح تعيش بهالبيت بس مثل الضيفة وما إلها أي صفة تانية. تعي لهون، اعتباراً من هذا اليوم رح أقطع كل شي بيربطني فيكي، فهمتي؟ وما إلك حق علي كزوج. كرم كرم بهذا اليوم كل ابن بيقدم لأبوه معايدة، والولاد بيوعدوا أهلهم إنهم رح يخلوهم مبسوطين وبيقدموا الطاعة والاحترام، أما أنا هذا اليوم شو عملت؟ جرحته وزعلته مني كتير،
وحتى اني ناديت له باسمه. بابا انت كان لازم تفكري بهالشي منيح من قبل ما تحكي. بس كاران انا كنت عم بعمل واجبي مع اهلك. بابا صحيح انت عندك واجبات ككنة، بس كمان بالمقابل في عندك واجبات تانية اهم كبنت تجاه ابوها وعيلتها كمان. هلا انا رح اوفي بهالواجبات هي. لحظة، لوين رايح كاران؟ فيمال، شو قال لك عمي؟ شو قال ما؟ رح قلك هيك قال. قال انه انا اكلت كف شايلي وكله من ورا راسك. ماني مصدق شو عملتي عن جد. لك انت دمرتي كل شي حلو وخربتيه. بعد كل هالانتظار وبعد كل المشاكل الله عطانا كل هالاملاك لالنا، بس هلا كل شي راح وانتهى. كل شي راح بسببك. وكنت حاطت عيني على قصر سوارنا بحاله، انت شو عملتي؟ رحتي دمرتي كل شي كرمال شقفة طوق ذهب؟ معن حق الناس، معن حق لما بيقولوا النسوان بلا عقل وبلا مخ. انا عملت هالشي بعد تفكير كتير في مال. ما كنت بعرف انه اللي اسمه شيتال رح تخدعني بهي الطريقة. بس لو هي وقفت معي كانت آبا برات القصر هلا. شايلي ولا كلمة. وليش معصب علي انت؟ شايلي خلاصي احسن ما عرتك فيكي جريمة. من خير شي مستحي يخنعك. شو عم تعمل؟ بعد عنها. سلفتي شايلي. بعدي. كنتي منيحة؟ بعدي عني يا حقيرة. مو كنتي عم تستقوي علي؟ هلا شو عم تساوي؟ ممكن ما تتدخلي بين رجال ومرته؟ بعد ما بهدلتيني قدام الكل جاي هلا تبيني اهتمامك؟ قديشك خبيثة؟ دموعك اللي بتنزليهم بكل مناسبة ما رح يخدعوني يا آبا، ورح يكلفك كتير يا حي، رح يكلفك كتير. كيف بتتجرأي تجي لهون؟ كيف إلك وش تجي لعندي؟ رجعي على الوكر تبعك يا مقرفة. يلا روحي نطبق مستودعك. وتذكري شي واحد يا بنت، استني علي كم يوم بس وما رح تحلمي وقتها حتى انك تبقي بهالوكر المعفن. فهمتي؟ انا بعرف منيح انه مو مسمح لي اجي لهون، وما كنت اجيت لو ما كان بيهمني امر عمي جاكوان. بعد اللي صار اليوم انا بس جاي لهون لشوف اذا عمي منيح ولا متضايق، واذا هو اخذ دواء ولا لا، واذا غرفته نظيفه ولا. انا رح شوفه وبس وراجع على غرفتي. ما في داعي تروحي تعملي شيء. في خدم شغلتهم ينظفوا ويعطوني الأدوية. بكفي تمثيل اليوم شبعنا. عمي إذا كنت أنا بنظرك ما عم بعمل أي شيء مفيد بالنسبة إلك، فبترجاك تسمعني وما تخجلني. بترجاك اليوم بس انسى كل الشروط اللي حطيت عليه. عمي اليوم هو عيد الأب، ولهيك أنا جاي عبالي أطبخ لك أكلك بإيدي. عمي أعطيني الإذن إني أطبخ لك ونظف لك غرفتك اليوم. بترجاك. شكرا. بيوم عيد الأب عمي قبل طلبي وعطاني هدية كبيرة كنت عم بنتظرها من زمان. ليش آبا عملت هيك يا تشاندرا؟
شو السبب؟ أنا حاسة بوجعك هلأ، بس هالشي في إله جانب تاني. أنا مبسوطة من اللي صار، لأنه بوقتها صهرنا كان واقف معنا ودعمنا. لا، هاي كذبة، هاي كذبة طبعا. لو كان هذا الكلام صحيح، ليش حضرته ما قال لآبا أي كلمة ولا منع عن أي شيء لما طلبت منا نطلع من القصر؟ وقتها كان لازم أحفظ كرامة زوجتي يا عمي. وأنا دايماً بحافظ على كرامتها ورح ضلني واقف معها. أنت ما فيك تحس بألم آبا ومعاناتها بنوب. عمي أنا بعرف منيح إنه لما قالت لكم تطلعوا قالتها بقلب مكسور. عم نتحمل سوا الأحزان والألم. هيك لكان. بس أنا ما شفتك وأنت عم تكنس الأرض. أنا ما شفتك عم تسمع مسخرة العالم عليك من دون أي سبب. ليش هو هالحكي هلأ؟ أنا عم بختبر صهري. سكتي وخليني كفي شغلي يا تشاندرا. إذا هاد كان بيستاهل إنه يكون صهري زوج بنتي، فهو كمان لازم يعمل كل شي بنتي بتعمله ببيت حماها لحتى تنال رضاهن. عمي صدقني يا عمي، أنا عن جد تألمت بسبب الشي اللي صار. لو كان بإيدي ما كنت رح خلي آبا تعمل هيك ولا تتعرض لهيك موقف. كنت بعدت عن كل مشاكلها بثانية واحدة وطلبت مسامحتك على كل هدول الشغلات، بس هذا الشي مو بإيدك. هيك لكان، كل هالشي مو بإيدك، ما هيك؟ طيب بهي الحالة حضرتك فيك تعتذر عن كل شي بتعاني آبا من وراك وعن كل شي تحملته بسببك، وفيك تعتذر عن كل الدموع اللي نزلت من عيونها من وقت ما تعرفت على حضرتك لحد هذا اليوم. عمي يا ريت تقول أي شيء، شو ما كان أنا فيني أعمله لحتى أعوض آبا عن هالشي، أنا رح أعمله فورا. طيب لكان، من اليوم ورايح آبا شو ما بتعمل بالقصر أو أي شيء لازم حالة فيه، وحتى لو تعرضت للإهانة والذل والاستخفاف والمسخرة، أنا بطلب منك تعمل نفس هالشغلات بس هون ببيتنا، ورح تكون خدام لألنا، فهمت؟ ببساطة إذا كان آبا هنيك عم تعمل كل شي بده إياه أبوك لحتى يرضى، فأنت كمان رح تضل هون وتعمل كل شي ممكن أطلبه منك. ماشي موافق. ماشي ممتاز. بس يلا نظف لي صباطي. لا كاران، لا تعمل هيك، ما في داعي تنظف له صباطه. ما في مشكلة، معلش. وقفوا بكفي، وقف كاران. لا 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 لا
شايف يا جاكو؟ آبا عم تقوم بواجب البنت الحقيقية معك. فير خبرني شغلي عن هالعيد، إنه في عن يوم الأب، بهذا اليوم الأولاد بيعملوا أي شيء أو طلب أبوهن بيطلبه، والواضح إنه ما في غير آبا هي اللي خافت على رضاك وسعادتك بهاليوم. شوفك كيف راكدة ورا رضاك ابني، هي عم تقوم بكل واجباتها تجاهك، وانت لازم تكون واعي، لأنه يا ابني لبين ما انت تعرف واجبك تجاهها بجوز يكون تأخر الوقت. تأخر الوقت؟ كاران لهلا ما اجا. سانسكار، معقول انت لهلأ قاعد بالمكتب عم تشتغل؟ بالواقع كل ما بخلي حالي مشغول بضل بعيد عن الماضي اللي بيوجعني. هاتي لشوف انت شو اللي جابك بهذا الوقت. اكيد بتعرف اليوم عيد الاب، لهيك فكرت اني اعزم ابي على العشاء، بس بابا لهلأ مشغول بالمكتب واجتماعه لسه ما خلص، ولهيك فكرت إني إجي أخده من مكتبه مباشرة. وإذا ما عملت هيك بابا أكيد رح يضل يشتغل للصبح وعيد الأب رح يخلص. أنتي محظوظة، بحس علاقتك بأبوك كتير ممتازة وكتير ودية، بينما هنيك شو في سانسكار؟ مبين عليك مزعوج. بصراحة اليوم حكيت مع عمي. يعني ما بعرف ليش ثانية، بس لحد هاللحظة إذا بيصير أي شيء سيء مع آبا أو عيلتها هذا الشيء عن جد بيجرحني. لأنك إنسان منيح وقلبك طيب، شو انقطعت؟ الكهرباء انقطعت، أنا كتير بخاف من العتمة. الشمع وين الشمع؟ خلص أنا هون، لا تخافي، دوري على الشمع هنيك وأنا رح دور عندي هون. لا هون ما في شيء. بتمنى ما تكوني خايفة هلا. طيب خلص رح شيلها روقي، بس خليني سكر الشباك وإلا بتنطفي الشمعة من الهوى.
استاذ انا جبت لك ضو. ايه حطه هون. سانسكار ايدك احترقت بالشمعة ما هيك؟ لو حطيتها من ايدي كانت رح تنطفي وكانوا السحلية والعتمة رح يموتوكي من الخوف. هذا مجرد حرق خفيف بالشمعة، بكرة بيطيب بسرعة. بس هداك